طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة عبر خدمة الواتساب حول آخر المستجدات على الساحة العراقية وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. ونوجه عناية السادة المشاهدين الكرام إلى أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727 على مدار القمر نايل سات، لذا يرجى من متابعينا ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. في بداية هذه الحلقة أريد أن أنقل رسالة إنسانية من امرأة من محافظة الأنبار. أغلبنا طبعا شاف وسمع قبل أيام عندما قام المدعو علي اسميسم اللي جاء من محافظة ميسان، طبعا كل الحب والتقدير لأهالي ميسان، وهذا لا يمثل سوى نفسه ومن على شاكلته. هذا الرجل جاء هو جماعته وقام بضرب النساء والأطفال، وقام بحرق منزل هذه المرأة. طبعا وقتها الحجة كان أنه فقد 4 من عشيرته أثناء الحرب على داعش، ويتهم هذه العائلة بقتل 4 من أفراد عشيرته. خلونا نشوف مناشدة الإمرأة الأنبارية وشنو اللي صار وياهم أثناء هجوم علي اسميسم. ولدي مظلومين، وولدي جابوهم كشف دلالة والبمرعي هنا، هم متشتفين يقتلون بيهم، واني اناشد محمد الحلبوسي واناشد رئيس الوزراء واناشد محافظ الانبار يدحج على حالي. اني ام تامه، ما عندي والله ما عندي كل شيء، وتهجموا علينا، وشوف هذا حال بيته وحال جهالي ايش سووا بي. أنا ما عندي شيء، وابني وولدي تبريهم المنطقة وين يشتغلون عماله، وما جم إلى ذان العشاء، وخذتهم عمليات بغداد وهدتهم، وخذوهم الأنبار وهدتهم، وهاي ثالث مرة. ابني من الشتل حتى قام يشهد على ناس مقتولة صار لها من بداية داعش 2014. احنا والله يا يابا مظلومين، وعلى اسم ياسم تهجم علينا وكتلني وكتل شنايني وكتل ولدي وسحب علي سلاح، والله يشهد غضب ابني وحط المسدس على راسه، ودخلت علي البنية قالت له ابني دخيل عندك، قال هدو وروح تعال شوفهم حال بيتي، وكسرهم سيارتي وكسرهم بيتي، وانا ما عندي شيء. ابني بري ابني من الضيم ومن الشتل، ولدي قاموا يخربطون يسولفون البمرعي يقتلون بيه هو ومكلبش، وانا دحج علي. والله يا ولدي انا بري وولدي بريين وولدي مظلومين، واني اناشد جميع واحد دليمي يقوم بهاي الشغله ويفلي هاي المشكله. مشكلتي مشكله علي السمياسم هيك يسوي بي ويسوي بجهالي ويسوي بنسواني، طايرين بالقياعين يقتلون بينا، يشيلون حجار ويضربون بينا ويرجعون بينا على البيت، تعالوا ردن دايورنا احنا بجهامنا. والله يا وليدي اناشد كل واحد خير وشريف، كل واحد خير وشريف، ودليمي يمشي بهاي شغلتي، انا ولدي مظلوم والحكومه. انا اناشد جميع واحد بالحكومه. شفنا المقطع ومناشدة هذه الامرأة. طبعا إذا ردنا نحكي بالقانون العشائري، مو بالقانون، يعني مع الأسف ماكو قانون بالعراق، فأكو قنوات اتصال بين كافة العشائر في العراق، وإذا إلك حق عند الناس تقدر ترسل الناس حتى تقعد أنت وشيخ عشيرة اللي أنت تتهمهم بقتل 4 من أفراد عشيرتك. هذا نحكي طبعا عشائريا، تقعد وياهم تتفقون على حل عشائري وفق الأعراف العشائرية، تفصلها تاخذون دية، ما اعرف شلون تتفقون. طبعا هاي في حال انه كان الامر حقيقي، يعني اذا ثبت بانه هذا الشخص او الاشخاص اللي يتهمهم علي سميسم بانهم قتلوا 4 من رجال عشيرته، هذا واحد. لكن من انك شيخ وسالفتك تصورت صوت وصورة بحرق وتكسير المنزل وسب وشتم رجال ونساء الانبار، فأقول لك هذا لا ينم عن كونك شيخ فعلي. فالشيوخ العوارف
ما يسوون هذا الفعل اللي سوته، وهاي فعلتك لو اكو دولة حقيقية مع الأسف مو دولة ميليشيات وانت موالي إلها، كان تصرفت وياك غير تصرف بالقانون وبالعشائر. بس مع الأسف الوقت صار للحرامي وصار للفاسد وصار للطائفي وصار للميليشياوي، وإن شاء الله مدوم، يعني طبعا مدوم هذه الأمور. طبعا وراها بكم يوم سعد معن متحدث باسم وزارة الداخلية واللي عنده ارتباطات بميليشيات في العراق وفي خارج العراق حتى في أوروبا، راح على علي سميسم، خلونا نشوف إيش قال سعد معن ونرجع لكم. وديرة واحدة العراق كله، وبالتالي كل يوم هو تحت مظلة القانون. اليوم نعيش في ظل القانون وفي ظل تطبيق القانون. والشيخ أيضا هو من الناس المعروفة اللي لا تخرج ولا تخرج عن القانون وعن الحق. وبالتالي اليوم هذه الزيارة أيضا هي حتى تبين هذا الموضوع، وأيضا في ذات الوقت ما نعطي مجال لبعض اللي يحاول يصير مال عكر ويحاول يدخل قضايا بعيدة عن الوطنية وعن أسف مثلا نقول قضية ذات بعد طائفي أو إثني أو عرقي. أبدا هذا الموضوع ما حصل ولن يحصل، والشيخ يمكن يظهر عنده رسالة بهذا الموضوع. يعني تخيلوا أصبح الطائفي المعتدي القاتل واللي خارج عن القانون واللي يهدد ويقتل الناس ويحرق بيوتهم ويسبهم ويشتمهم حمامة سلام، واللي ناشد بحقه ويتكلم وينقل الواقع والحقيقة مثل ما يقول سعد معن، يعني يلعب أو يحرك المائل كما يقول هو، أصبح هو المتهم بالطائفية. سبحان الله شلون موازين في العراق ما بعد العام 2003، لكن هيهات ما يظل حمل مطروح ودوام الحال من المحال. هذه الرسالة الإنسانية ردنا ننقلها في البداية ونسلط الضوء عليها. معنا اتصال قبل ما نروح للموضوع الآخر. نعم انقطع الاتصال. يعني احنا شفنا اللي صار من قبل كم يوم، اعتداء هذا الشخص، وإذا هاي كل واحد انقتل في محافظة أخرى وتجي تتهم أنت عائلة معينة. لحد إحنا ما عندنا دولة، ما يعني ماكو بالفعل، هذا الحقيقة. زين معقولة هم قاتلين أربعة ولغاية الآن ما مسجونين، ولغاية الآن لم يتم إلقاء القبض عليهم، يشتغلون ويروحون ويجون؟ هل يعقل هذا الشيء؟ هل يعقل أنه إن كان في عمليات الأنبار أو الداخلية أو الاستخبارات عايفتهم؟ بس مع الأسف أنه يدخل هي الشخص إلى محافظة أخرى. طبعا هذا لو الأمر معكوس شوفوا أنتوا إيش راح يصير، شوفوا إيش راح يصير والكلام وإلى آخره. تتكلم وتنقل أنت رسالة والناس تناشد، ومصورة هو فات للبيت، وشفنا شون وقتها كسروا البيت وكسروا السيارة وحرقوا البيت، وشفنا المرة قبل شوية حجت تفاصيل أكثر، ويقول لك سعد معن يتصيدون بالماء العكر. بالماء العكر هو رايح له، هذا هاي وزارة الداخلية. يعني حتى لو كان معه الحق ليس له حق أن يزور طرف من الأطراف. شنو الزور أنت؟ أنت دولة على أساس شنو الزور أنت فلان حتى تروح له؟ غير أكو قانون تقول له تعال أقعد شنو اللي صار وتفتهم من عنده. بس الحكم طائفي، وأصبح الموضوع يعني عادي، جماعة لا مستحين ولا خايفين، لأن الأمريكان يدعموهم والإيرانيين يدعموهم وبعض الدول تدعمهم، ويقول لك هذا الحكم أنه وإحنا شتريد نسوي نسوي، وكيفنا نقتل نذبح نحرق كيفنا. طبعا مثل شاكلة هذه الشيوخ، يعني ربما شوية أطلع عن الناس، تتذكرون بأيام النظام السابق كانوا يوقفون بأول الصفوف يهوسون الصدام حسين، يعني عذرا على هذه اللقب، بعض ما نقول الكل طبعا، ما يسمى باللوجية بالعراق كما نستخدم هذه الكلمة. صاروا بعد 2003 صاروا مناضلين براسنا، صاروا مناضلين، وتعال شلون انت واحنا ناضلنا النظام السابق والى اخره. من الدور بالفيديوهات تجد كثير من هذه الشيوخ، من الشيوخ اللي نعنيها، مو جميع الشيوخ،
نجدها بأنها كانت تقف في الصف الأول وتمجد بالنظام السابق وتستلم رواتب من النظام السابق والمكافآت والهدايا. فعلى شاكلة هذه التي تدعي بأنها شيوخ شفنا ودنشوف اللي ديصير من نزاعات عشائرية وشون ديستخدمون السلاح وشون يروحون ما يسمى بالدقة العشائرية وإلى آخره بسبب غياب القانون وغياب الدولة. معنا اتصال أبو مصطفى من الموصل، تفضل أبو مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. أستاذ عزيز حياك الله. هؤلاء مو شوف، مع الأسف يعني للأسف الشديد هؤلاء لا ينقل لهم حتى عرب. هناك بالعراق نسميهم عرب المجوس وعرب الصهاينة. هذول عرب مجوس، لو مو مجوسي هذا العرب يقولون بشرب الغانم. اثنين هو ابن عشائر، نقول من الجنوب، نعم منهم الأصلاء اللي قاتلوا المجوس الأنذال اللي عافوا في البلاد الفساد. يعني انت المرأة مكفوفة يسمونها مرأة، يعني عندنا شيء مقيم عزيز الإسلامانها، منها الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالقوارير اللي هن النساء. نعم. خلي يسمعني هذا المجوسي، خلي يخزون العرب. عبد الله الفاضل الشاعر قال ثوب العيرة ما يدفي وكان دفى ما يدوم. يا عرب ما يدوم لكم ثوب دفوا المجوس ولا الصهاينة، أنتم اللي رؤساء حكام العرب اللي تدفون ترفعون إعلام أصحوا، عيب عليكم. كافي 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 المذلة، والله عيب، والله الموت واحد ما يصير اثنين، والله والله ما يصير اثنين، تموتون تموتون. لو عيش بعز له موت بلنا دامة. انتم بس ماذا تفهمون؟ انتم من اساسكم ذيول المجوس، لا تستحون. وشوفوا هنا بالهواز اكبر دليل زين. ابو مصطفى يعلقوهم بالكرنات عدارات. ابو مصطفى نعم. هاي الحركة اللي سواها علي سميسم، انت برأيك كمواطن نعم. انت تبري احزاب سياسية تريد تلعب على الوتر الطائفي وسمحت له بالذهاب الى هذا المكان حتى يثير النعرات الطائفية؟ يعني شيء ما معقول انه هو يجي موجودة. ويفوت ويحرق ويضرب وكذا متفطن ورا 5 أو 6 سنين، هل يعقل هذا الامر؟ لا هو ما يعقل، لكن موجودة هاي الحركات وما بطلت. هو نعم. المجوس والصهاينة والامريكان دائما، انا اقول حتى مجتمعاتنا في مجالس نقول دائما يحبون الفوضى بالعراق لكي يمتصوا دمنا. لكن انتم يا عراقيين اصحوا، هذول الانذال يعني حتى يعني ضروري ان نبلغ نسوي عصابات احنا من نقتالهم. هذول ضروري ان نقتالهم. ليش؟ حتى الجبان الذي اللي بيه شرفه، هذا باع شرفه من يضرب الامراه العربيه، هذا شرفنا من نجد تطوان الى الهواز، من تطوان الى الهواز كلها شرفنا، كلها شرفنا الاحرار. حتى المسلمات يعني قد ما صاحت المسلمه في القسطنطينيه قد ما صاحت وما بعد الصماء، شلون كان الرد؟ خلي يختزون. والله دين المجوسي ما يصيركم دين، والله يوديكم بالاخره هم بالنار، هسه انتم بعذاب وبالاخره بعذاب. خلي يختزل العربي، خلي يخزي، خلي تطفر. انا دائما اقول الشعوب العربيه ثور على اي شيء اذلال، لا تقبلون الذل، كافي ذل. أنا أشكرك أبو مصطفى من الموصل. طبعاً هو يطرح التساؤل، يعني ليش بهذا التوقيت أنت جيت ويروح لسعد معاً بعدين ويفوت إلى محافظة ومسلحين وسيارات، وين السيطرات، وين الجيش، وين الشرطة؟ إذن الشغلة بيها إنه هناك أطراف تحاول دائماً اللعب على الوتر الطائفي، ولا هذا يفوت ويسوي هالسوايا ويطلع يعني هيك على الخالي بلاش، يعني توضع عليها 100,000 علامة استفهام. أبو فاطمة من النجف، تفضل أبو فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك، حياك الله. تحية لك أخي كريم. حياك الله يا أهلا وسهلا بك. هذا الموضوع أخي يعني كما تفضلت يعني فيها أن مع الأسف الشديد يعني أصبح الوضع في العراق لا يطاق أخي.
يعني هذا الحدث وهذه القضية أن يعتدي شخص على امرأة عراقية على أي أساس؟ يعني أين هل عنده يعني إلقاء قبض؟ هل عنده كتاب في تفتيش البيت؟ احنا نريد نعرف على أساس يعني العراق دولة ديمقراطية زعموا وفيها مؤسسات وفيها هل يسمع رئيس الوزراء بهذا الشيء؟ هل يقبل؟ هل تهتز شواربه وشوارب وزير الداخلية على هذا العمل؟ هل يقبلون أن يدخل واحد على نسائهم بهذه الطريقة؟ أخي يعني الوضع أصبح لا يطاق، وهذه خلي يسمعوها من كل عراقي، يعني الصبر إلى حدود بصراحة. يعني إحنا بلد عربي وعشائري وهناك تقاليد ودين وكذا، يعني ماذا ينتظرون هؤلاء؟ يعني الأمر عجيب، يعني هاي التصرفات ليس من 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 رجال أولا، وليس من ناس عندهم أخلاق ولا أعراف ولا أي شيء. نعم. زين، شفت أنت شون يثني سعد يقول لم ولن، يعني كأنه دخل بقلبه، يعني يشتغل الأخ حتى يشتغل بالنوايا يعرف شنو اللي بقلبه. يقول لم ولن يخرق القانون الشيخ علي سميسم، هذا المتحدث باسم وزارة الداخلية، ويقول بأن هناك البعض يعني يتصيدون في الماء العكر ويريدون يثيرون الطائفية. زين، هو هذا حركته من راح إلى الأنبار وضرب النسوان والأطفال وحرق البيت وكسر السيارة، ها مو حركة طائفية؟ طبعا أخي، وبالمناسبة هذا المجرم أخي سعد معا، هذا في زمن المالكي ومن بعده، يعني هو يطلع على جرائم كثيرة في العراق، يعني يعرف جيدا في وزارة الداخلية اللي تابع أقول لك بصراحة إلى إيران، يعرف الجرائم ويعرف التنكيل طائفيا، يعرفوها جيدا. فهذا الكلام أخي يقوله يعني للاستهلاك الإعلامي، وحتى يبرروا ذمتهم يقولون نحن يعني قلنا، وطلع هذا سعد معن بالتلفزيون وقال الأمر هكذا. أخي بكل بساطة حتى يعني يتهربون من المسؤولية أمام القانون الدولي، لأن هؤلاء أخي ترى في ناس تشتغل ضد هؤلاء. إذا يتصور هذا المجرم سعد معن وغيره وهذا باسم هذه الناس التافهين الإمعات اللي ما نعرف من لهم أصل ولا فصل، قال يعرفون كل هاي جرائهم ترى مثبتة عند كثير من المؤسسات العراقية، والدكتور الشيخ اللي في لندن أيضا نبعث له كافة هذه وتسجل، وإن شاء الله يرجع الحق. واني أقول لك بصراحة يعني أهل الرمادي هم يعرفوهم جيدا. هذه المرة إذا مرت المرة الثانية أخي خلي ينتظرون يعني الرد، ينتظرون يعني الناس ترى ما تقبل، يعني ما صارت هذه. يعني أنا أريد أعرف لماذا الاعتداء، ليش يعني مو فقط للناس المدنيين، هناك يعني في السجون وغيرها، ليش اعتداء؟ أريد أعرف تنكيل، لماذا هذا الحقد على الآخرين وعلى العراقيين بالضبط وعلى أهل السنة بالضبط؟ ليش يعني إلى متى؟ هاي صار لهم 17 سنة يقتلون وينكلون، يعني ما شبعوا؟ يعني شنو هالعقلية هذه؟ نعم، أنا أشكرك أبو فاطمة من النجف. طبعا الشيء بشيء يذكر، نتذكر قبل سنتين بسيطرة الصقور جندي قتل واحد من الفلوجة، تمام، وانفصلت عشائريا، وأهل المقتول عفوا عن القاتل وما أخذوا حتى فصل عشائري. هسه يقول لك لا مو يعني خوفا وكذا، لا، كان على الأقل أنه أخذ فصل عشائري، ولكن عفى عنهم ومشت الأمر عشائري طبيعي، لا راحوا ذول أهل المقتول هددوا أهل القاتل، ولا قعدوا عشائريا وحلوها بالتي هي أحسن ونعفى عنه كذا. هاي العوارف، الناس اللي تفتهم واللي عندها غيرة وشرف واللي تعرف بالناموس ما تسوي هذا الشيء، ما تعتدي على بيوت الناس وتسوي هذا الشيء. أنت عندك حق، يا أما تأخذه بالقانون، هو المفروض طبعا أولا وأخيرا القانون، بس مع الأسف شو نسوي؟ إما تأخذه عشائريا بطريقة صحيحة، مو بهذه الطريقة الغوغائية. أحمد من ذي قار، تفضل أحمد. أحمد تسمعني؟ أحمد، فقدنا الاتصال مع أحمد. أبو فيصل من السعودية، تفضل أبو فيصل. نعم فضلك أستاذ عمر، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا بك. تحية أستاذ عمر، تحية القناة وكادرها الطيب. يا هلا بك. أستاذ عمر، هذه الجريمة
تستهدف الأمبرية، المرأة الأمبرية، يعني هذه نحن نعرف أن العراق لا يوجد دولة ولا حكومة، هي مجموعة عصابات إيرانية، لكن نحن نطالب من شيوخ العشائر اللي بعض حظهم يتحرك، يدرون أن بلدهم لا يوجد دولة، والحكومة ما يسمى بالحكومة العصابة المجرمة، هي عصابة طائفية وهي تستهدف الإثارة الطائفية، لكن هي بشيوخ العراق سواء من الغربية ومن الجنوب ومن اللي عندهم غير على وطنهم وعلى الناس اللي ينهضوا، لا يعتمدوا على هذه الحكومة، هي تزرع كل شر بالعراق، وهي حكومة مجرمة لا بد من محاسبتها. هي ليست حكومة سيد عمر، هي طائفية إجرامية قذرة إيرانية كاملة، من قاتل ريماني عصابات لا دولي بالعراق. نعم. على الشعب العراقي أن يتخلص من هذا النظام المجرم وتحييره. شكرا أبو فيصل من السعودية. كان معنا أحمد من ذي قار يعاود الاتصال، تفضل احمد. اهلا وسهلا. السلام عليكم استاذ عمر، حياك الله يا اهلا بك. بالنسبه لهذا الشيخ محتدى على مره بالانبار، نعم والله لو كان على ذر اشرف وغيره وكرامه ما سوى هذا الشيء، واقول له الله يطيح حظه وحظ عقاله. نعم هذول ناس سفله، والميليشيات هي قادتهم، واللي يحكم العراق هي الميليشيات الإيرانية، والحكومة تستر على أعمالهم وأفعالهم. بس إحنا حكيناها قبل وقلنا ياب المفروض ثورة، ثورة مسلحة على هاي الناس اللي عدها تحمل أجندات إيرانية وأمريكية. ما معقول البلد يضغيش طايح. الله يعين. وشكرا. أنا أشكرك أحمد من ذي قار كان معنا. رسالة من أبو حاتم من الموصل يقول السلام عليكم، يقول هذه الاعتداءات معدلة ومبرمجة وممنهجة مسبقا بإشراف الاحتلال الأمريكي الإيراني وأعوانهم الفاسدين في المنطقة الخضراء. القصد من هذه الأمور والاعتداءات على هذه المناطق زرع بذور الفتنة الطائفية بين أبناء الشعب بواسطة المالكي والخزعلي والعامري وغيرهم، لم تطلق طلقة أو قذيفة أو صاروخ إلا بعلم أمريكا وإيران بواسطة الأجهزة الأمنية المحسوبة على العراق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. أريد أن أنتقل إلى موضوع آخر، وهو موضوع الأطباء في العراق دفعة 2019 اللي تخرجوا بعد ما تعبوا 6 سنوات من كليات الطب، وإحنا نعرف دراسة الطب إيش قد صعبة وخاصة بالعراق. بالأخير ما يلقون تعيين، الحكومة تقول لك والله إحنا ما عدنا فلوس. يعني تخيلوا في كل العالم، في أغنى وأفقر دولة هذا ما موجود، الناس بحاجة ماسة إلى الطبيب وإلى المهندس. اليوم عندنا الطبيب بالعراق ما إلى تعيين، والمهندس هم ما إلى تعيين، وكافة الاختصاصات كذلك ما لهم تعيين. طبعا مع اعتزازنا واحترامنا لكافة الاختصاصات، ولكن الحديث عن هذه الاختصاصات لأن هي اختصاصات مرتبطة بحياة الناس ومرتبطة بصحة الناس، فهذا ما موجود. يعني الطبيب يدوروا دواره بكل دول العالم ألا في العراق، لأن تدرون اللي ما عنده شهادة صاير نائب بالبرلمان،
واللي شهادته مزوره صاير وزير، واللي عميل لزم حكومه، والقاتل قبله صار هم رئيس حكومه، وغيره وغيره والى اخره، والحرامي واللص صار عنده منصب. ولكن المجتهد مع الاسف، الطبيب، المهندس اللي خلص علوم سياسيه، اللي خلص قانون، معاه التقنيه الى اخره، كل هذه الروافد اللي ممكن بسنتين تنهض بالعراق نهضه حقيقيه وتبلش بشكل صحيح، ما يخلوهم يتعينون، لان الجماعه يريدون البلد يوقع بعد اكثر واكثر. ما لها غير تفسير، ما لها غير تفسير. ما عندك فلوس هسه، ما عندك فلوس، والعام هم ما عندك فلوس، وقبلها بسنتين ما عندك فلوس، هاي طلع هاي. بس امتيازاتكم انتم كنواب وكوزراء وكمسؤولين ما حد يقدر يمسها، تصوتون اول الناس، لان هاي بيها منافع لكم، والمقاولات بالمليارات، مليارات الدولارات، ها اتحدث، ما اتحدث عن بالدينار العراقي، هذه يعني تمر بثواني بدقائق. ولكن الطبيب اللي تعب 6 سنوات وقبلها هو خريج علمي، وأقل شيء معدله كان 97% إذا مو 100%، تخيلوا ما يلقى تعيين. خلونا نشوف طبيبة عراقية مقطع فيديو، ومع الأسف حرقت كتبها بسبب عدم توفر تعيين لخريجي كليات الطب في العراق، وجهت رسالة قاسية وقوية للحكومة وإلى العراقيين. خلونا نشوف المقطع. الكاظمي، قرار مجلس الوزراء اليوم 28/7، قبل شهر، وينه القاضي بتعيين الأطباء من خريجي الكليات الحكومية؟ كليتنا 2000 طبيب كل العراق، وإحنا بجائحة، ويتوقف القرار بوزارة المالية مدارات بعض الأحزاب. ليش 6 سنين دارسين ونروح ونجي بالمشقة وهيش تسوون؟ لا عتب إنه باقي التخصصات ساكتين عن حقوقهم وقاعدين بالبيت والتربية وبالماجستير، وهسه إحنا بجائحة والطبيب قاعد بالبيت، تريد تخلينا سنتين؟ ليش؟ هاي ملازمي ما السنة السادسة مخليتهن راجع بيهن قبل التعيين، هيش التعب يروح؟ وينكم؟ وين تريد توصلون بالفساد؟ طلاب السادس لا تجون للطب ولا تروحون أي كلية طبية، ولا تظلون بهذا البلد اللي للجاهل والفاسد بس. إيه مع الأسف والله صديقتي، البلد صار للجاهل والفاسد والحرامي واللص، مع الأسف هذا اللي صاير بالعراق. معنا اتصال أم علي من كركوك، تفضل يا أم علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا جبت أني ينقذ ابني من السجن والحراق، وهو بريء ما عنده أي شيء. نعم، ابنك مسجون، شنو محكوميته؟ ابني مسجون تهمة إرهاب وبدون أي دليل وبدون أي صوت، مجرد تهمة كيدية من عداوة، عداوات، وصار 10 أشهر إحنا ما شايفينه. نعم. ما شايفينه ولا سمعانه صوت ولا نعرف مصيره، وبدون أي دليل بدون أي صوت، وهو طفل مواليد والله 64. نعم. زين أم علي، إيش قد عمره وإيش قد حكم القاضي؟ ابني صار له 11 شهر مسجون، بعده مو محكوم. بعده ما محكوم. بعده ما محكوم، بس ما عاد يشوفه من وراء كورونا، ولا ندري بوضعه، ولا ندري بوين. ما تدرون بي وين؟ ولا ندري. يعني زين، منو اللي أخذه وصار له؟ إيش قد الفترة؟ استخبارات كركوك أخذت. تمام، إيش قد المدة؟ يعني قبل سنة، قبل 6 شهور، قبل سنتين؟ صار 11 شهر. 11 شهر. أنا أشهد الدكتور مسني أخباري ميلو وثيم الله. أم علي، دكتور مثنى ما عنده منصب سياسي، تسمعيني؟ والله أطالب أهل الدين، أهل الدين بإنقاذ. نعم. أطالب من العاشة لأن يدون فلوس كثيرة، ما أخذ ما أخذ. الله يعينك. ايش قد عمره قلتي لي؟ ايش قد عمره؟ مالي 94. الله يعينك والله يفرج عن كل بريء يا رب. انا اشكرك ام علي من كركوك كانت معنا. ابو مالك من امريكا، تفضل ابو مالك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. شلون صحة استاذ عمر؟ تحياتي لك ولجميع تادر القناه. حياك الله، يا هلا بيك، الله يسلمك ويخليك.
استاذ عمر شديد الوظائف يعني تريد تعيينات؟ احنا حكينا بالجزئيه الاولى من البرنامج نص الساعه الاولى من البرنامج تكلمنا عن مناشره امراه انباريه اذا تتذكر قبل كم يوم هذا واحد اسمه علي سميسم اخذ جماعته مسلحين وفاته واجا من ميسان للانبار وفات على هذا البيت كسره وحرقه وضرب النسوان والجهال فهي طلعت اليوم مقطع فيديو تتحدث عن معاناتها وشون دخل وضربهم وحرق البيت وطلعنا طبعا الصور هسه راح نعيدها يجوز تشوفها بالشاشه يعني نعيدها كصوره بدون صوت وتحدثنا بالجزء الثاني عن مأساة انه اليوم احنا عندنا خريجين كليه الطب كليه الطب يعني كليات طب طب مو يعني ما بدنا نتحدث عن باقي الخريجين ما لهم تعيين بالعراق ما لهم تعيين وحده من الطبيبات اللي خريجات خطيه حرقت كتبها قالت يعني راح التعب كله فانت حر استاذ عمر هاي كلها وانت تطرى رايك اهلا وسهلا بك هاي مقصوده انا انت رايي على كل الاحداث اللي في العراق هاي اولا عدم تعيين الاطباء الخريجين هاي شغله مقصوده يعني من الاحزاب اللي هي مواليه لايران على مود ينهون الصحه بالعراق ويهلكون العراق ويرجعوا قرون الى ما قبل العصر الحجري وثانيا هاي الميليشيات اللي دا تقتحم ودا تخطف وتقتل يعني هي الحكومه ما عندها علم وزاره الداخليه وين؟ وزاره الدفاع وين؟ يعني بس مجرد من يطلع بالاعلام ويتحدث المواطن يكتسب الامان ويقول لك لا والله باكر ان شاء الله راح يصير خير العراق لكن كل شيء ما يقدر يسوون الاحزاب هي المسيطره والميليشيات هي المسيطره وتحدى واحد هسه بالوزراء او بالمسؤولين من رئيس الجمهوريه وتنعزل اذا يقدر يقيل واحد من حزب الله او يقيل واحد من منظمه بدر ناس مسيطر عليها لا حول ولا قوه ذولا بس مناصب سياديه ياخذون رواتب وبس والله يكون ويرحم بالشعب العراقي نعم هاي واحده النقطه والنقطه الثانيه استاذ عمر احنا 365 عضو برلمان اذا تريد تحسب حمايتهم وتحسب سواقهم يطلعون تقريبا بالنص مليون نعم وذولا كلهم دا ياخذوا الرواتب والخزينه مفلسه فمنين يعينون الناس؟ منين ينطوا الرواتب يعني؟ اريد اسالك بالله منين ينطوا الرواتب؟ اذا هم كلها ماخذينها اعضاء مجلس النواب والوزراء ورئيس مجلس النواب الله اللي يعلم من جماعته يجيب ويحط يعين على مزاجه والناس تاكل الفقر والفقر. احنا هذا نظام برلماني بالعراق مو ناجح عندنا استاذ عمر لانه هو هذا اللي 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 خلى العراق بهذا الحال. احنا ما يفيدنا غير نظام رئاسي. لا برلمان يفيدنا واذا ما تنعاد الخدمه الالزاميه بالعراق صدقني كل سياده العراق ما راح تصير. نعم. اذا مو خدمه الزاميه ويكون جيش نظامي وتنفتح كليات عسكريه ذات مؤسسات يعني بمعنى الكلمه كما كانت سابقا قبل الاحتلال ما يصير علاج العراق. العراق نحو الاسود. بظل هاي الاحزاب وبظل هاي الكتل السياسيه وبظل دول العملاء ودول ايران العراق نحو الهاويه. انا انطيك اياها من الاخر استاذ عمر. نعم. انا اشكرك ابو مالك من امريكا كان معنا، ابو زكريا من كركوك. تفضل ابو زكريا. الله يحفظك. اهلا وسهلا. الله يحفظك الدكتور عمر والله. حياك الله. والله انا زعلان من عندكم. كل ما اخاول يخلوني نص ساعه ثلاث اربع ساعه لا هسه الله هسه ابو زكريا ما يعني الشباب ما صاروا 30 ثانيه من قالوا لي يا 30 ثانيه من اول برنامج انا اخذك طوني انا ضعيف الحال انا اجدي اخلي الرصيد والعالم يساعدني اخلي الرصيد احسبها علينا هذه احسبها علينا هذه المره سبع عليهم ان شاء الله ما تتكرر والله والله دكتور حافظ ما يقبل علي شغلات والله ما تتكرر المسلمين ما يقبل علي ضعيف الحال الجندي يخلي رصيد ربعه هذول الشباب يخلوني اخذ كوزاي يقطعوني الله ما يقبل محمد لا مو ابو زكريا اصلا الخطوط تبع العراق هي بيها مشكله ابو زكريا الساد
هوايه هسه يدقون وده ينقطع، يعني شنو علاقه هسه؟ مو دخلناك على الهواء يا ابو زكريا. دكتور محمد تفضل. اعب قناتكم 14 سنه، اعجب قناتكم، ليش اخابر؟ ليش اجدي انا بالشوارع المقواطي وانا عميد ركن بالجيش المقواطي واخابر قناتكم وتبوبوا رصيدي؟ ممنون من عندكم، انا ممنون من عندكم، ممنون من دكتور حارث ضاري خلى هيد نموذج بالكتور. ابو زكريا انا مثل ما قلت لك نعتذر من عندك، الامر مو بيدنا، الامر هي الخطوط دعا تنقطع، الخطوط بيها مشكله. معنا اتصال ابو طه. ابو طه من فنلندا، تفضل ابو طه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. قلب شلونكم؟ حياك الله يا اهلا بك. قلب موضوعكم تفضل. يعني العصر الحديث العراق العجيب، دول خريجين الله تساعد عوائلهم على هالحكومة والأحزاب الضالة للشعب العراقي، خصوصا الشديد أو وأهل الجامعات قاسوا أهاليهم وآخر يقعدون يتفاون من وراء هالحكومة. أنا أشكرك أبو طه، وحتى يسمع أبو زكريا ويشوف أبو طه من فنلندا وأكو مشكلة بالاتصال، هناك تشويش من الجماعة من العراق الميليشيات وبعض أطراف الحكومة ديشوشون على الاتصالات، فحتى تصدق أنه هواية يتصلون وينقطع، فالأمر مو بيدنا. نرجع إلى موضوع الأطباء. طبعا اليوم خرج من الخريجين الجدد من كليات الطب بتظاهرات حاشدة طالبوا فيها بتوفير التعيين المركزي على ملاك وزارة الصحة. نشوف جانب من تظاهرات الأطباء في بغداد ونرجع لكم. في بلد بات متأخرا عن رحب العالم، فإننا لم نقبل أن تكون ساحة وستارة وشناعة لانهيار الملك الصحي وسلب الحقوق والطريقة الضبابية لإدارة الأمور، ونمهل السادة المسؤولين المحترمين مدة محددة للتدخل الفوري، وفي حال استمرت لغة تجاهل الأطباء فإن أطباء مقبلين على تصعيد كبير جدا سيشن المؤسسات الصحية بعد نهاية الفترة المحددة. وبهذا الصدد نحمل المسؤولين كافة التبعات والمضاعفات للتصعيد المذكور، كما نحذر من أي ردة فعل تعسفية اتجاه الأطباء تجعلهم يسرعون عجلة التصعيد، والتي قد تصل إلى منحنى خطير في حال لم تتدخل الحكومة بكامل ثقلها للتحقيق في الملف الصحي وحقوق الأطباء. الرحمة والخلود لشهداء العراق وشهداء الجائحة، والشفاء العاجل للمصابين، وحفظ الله العراق أرضا وشعبا. أطباء العراق شو بقى بالبلد إذا خريج الطب ما عنده تعيين؟ شو بقى بالبلد؟ شو بقى بالبلد إذا المهندس ما عنده تعيين؟ حتى يتعين الحرامي ويتعين اللص والفاسد والقاتل والميليشياوي مع الأسف. ناخذ كذلك جانب من تظاهرات الأطباء، حيث تظاهر العديد من الأطباء أمام وزارة الصحة في العاصمة بغداد للمطالبة بحمايتهم وتعيين الخريجين الجدد منهم. أكد الأطباء الذين قدموا من مناطق بغداد ومختلف المحافظات بأن أولى مطالبهم تتمثل في حمايتهم عبر تفعيل قانون حماية الأطباء، وحنا نشوف كثير من الاعتداءات المتكررة عليهم من قبل ذوي المرضى منذ سنوات بسبب غياب القانون وغياب الأجهزة الأمنية. أشار الأطباء إلى أن بعضهم يواجه ملاحقات عشائرية حيث يتوجب عليهم دفع تعويض لذوي المرضى المتوفين أو مواجهة الانتقام. نشوف هذا المقطع ونرجع لكم. العراقي بشكل عام يعاني معاناة كبيرة جدا، يعني
احنا اليوم حقيقة عندنا مطالب، يعني اولها هي حماية الاطباء. يعني موضوع يعني قانون حماية الاطباء هو تشرع يعني في مجلس النواب، لكن فعليا لا يطبق. يعني يومين اعتداءات كثيرة على الاطباء في ظل جائحة كورونا. وثانيا موضوع يعني عدم تعيين الاطباء، يعني منذ سنتين الاطباء المقيمين لم يتعينون بالرغم من حاجة الوزارة وحاجة البلد الى الاطباء. صارت هاي الوقفة حتى ساند هذا الموضوع، حتى ساند تعيين الدفعة الجديدة اللي صارت لها تقريبا بالسنة ونص هسه حاليا قاعدة، بالاضافة الى حتى يمشي موضوع التدرج الطبي بالشكل المناسب وكل شخص يكون بمكانه المناسب، اضافة الى بعض الحقوق الاخرى. موضوع حماية الاطباء، قانون حماية الاطباء هو قانون مدرج ضمن القوانين اللي المفروض يصوت عليها، ولكن حتى هو ما يحتاج موازنة ولا يحتاج قدرة مالية للدولة حتى توفره، لكن هو ما متوفر. نعم، طبعا من جانبها أيدت نقابة أطباء في العراق تظاهرات الكوادر الطبية التي يعني تظاهرات الكوادر الطبية بسبب الاعتداءات المتكررة عليهم، ويعني تدعم ما طالبوا به من توفير حماية أو توفير قانون يحمي الطبيب العراقي من الاعتداءات عليهم. وكذلك أيدوا التظاهرات التي خرجت من قبل الخريجين الجدد للمطالبة بتوفير التعيين لهم. معنا اتصال أبو حسن من بغداد، فضل أبو حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. الله يبارك. طبعا أمور التعيينات هاي كل واحد وعنده إصابته ومجموعته الدارج والتعب، واللي حصل شهادته بعداء نعم ما حد يوافقه. وانا ما يجي واحد ما يفتهم شنو الامور الطبيه او اي شغله. هذول يعني ناس تعبت ودرست، ما يخلوهم. هاي وحده. الامراه الانباريه لما استنجدت، انت بمن استنجدت يا اختي يا محترمه يا كريمه؟ نعم بمن استنجدت؟ هذول يعني عندهم كرامه، عندهم حفظ معلوجيه. نعم. فكلهم هذول اعداء للشعب اخي عمر. هذول يعني هدفهم تدمير الشعب. ولا يعني على المره هاي بيتهم محترق. هو حرقه. هو ضاربيهم. هو حرق، نعم. اي طبعا. زين هذا باي ضمير، باي شرف، باي عرف عشائري، نعم. باي قانون. هذول شرذمه، جو الاحتلال جابهم وساديهم الامريكان والايرانيين وفرنسا وهاي بريطانيا، كلهم جايين على مود يقتلون العراقيين. يعني هذول ما عندهم لا كرامه ولا شرف. يعني والله انا حرق دمي. امراه تنظر بجهاله وتهان بهالطريقه هاي، ما يعني ما اقول على اي ناس لا شرف ولا كرامه ولا دين. نعم. وان شاء الله رب العالمين يقول لك بس حلها صحيح. ونعم بالله. عزيز القوم انذلوا والسفلة القوم سعدون أصبح لها. نعم. أنا أشكرك أبو حسن من بغداد، شكرا جزيلا لك. طبعا تقارير صحفية كشفت بأن حوالي 20,000 طبيب عراقي خرجوا من العراق في السنوات الأخيرة بسبب التهديدات وعمليات القتل، ما عاق بشدة نظام الرعاية الصحية في العراق. ذكر التقرير بأن نقص التمويل الحكومي أدى إلى عرقلة توظيف الآلاف من خريجي كليات الطب وغيرهم من العاملين الصحيين في العراق، في وقت تتعثر فيه المؤسسات الصحية في البلاد، البنية التحتية المدمرة وتفاقم نقص الطاقم الطبي. طبعا طبقا لرئيس نقابة الأطباء عبد الأمير محسن، فإن التأخير في توظيف قرابة 2,300 خريج لم يعني بسبب أنه هناك نقص في التمويل ونقص في الميزانية. نقرأ هذه الرسالة قبل الختام. تقول مكرار من بغداد، تقول زوجي وأولادي أخذوهم من تحرير الموصل ولغاية الآن ما نعرف عنهم شيء. تقول زوجي مريض عنده سرطان وأولادي بعدهم صغار. زوجها اسمه بشير عبد الله سويدان، أولاده كرار بشير وحيدر بشير. تقول والله إحنا ملينا، وين مصطفى الكاظمي؟ والله حرام عليه، مخلي الأبرياء بالسجن، نطالب بالعفو الآن. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.